عصر العاشر من يوليوز من العام 10 و2000، وكان يوم السبت، تلقت قاعة المواصلات بولاية أمن الدار البيضاء مكالمة من رجل قال إنه من سانديك العمارة 51-200-1000 بشارع الزرقطوني. أبلغ الرجل عن رائحة كريهة تنبعث من إحدى شقق العمارة. لم يستبعد المتكلم أن تكون رائحة جثة متحللة. قال إن حارس العمارة طرق باب الشقة أكثر من مرة ولكنه لم يتلقى ردا. قصد العميد محمد العمبري إلى العمارة المذكورة. كانت الشقة 25 توجد في الطابق الخامس، وهي في ملك مواطن مغربي مقيم في فرنسا أوكل أمر كرائها إلى مكتب للمعاملات العقارية يوجد في ساحة محمد الخامس. قال حارس العمارة إنه حاول الاتصال بالوكالة العقارية ولكنها كانت مغلقة للعطلة السنوية، ولذلك فإن السانديك اضطر إلى الاتصال بالشرطة. طرق العميد العمبري باب الشقة، لا من مجيب. اتصل بممثل النيابة العامة المكلفة بالمداومة. كانت التعليمات تقضي بأن لا يتسرع في اقتحام الشقة وأن يبدأ بإجراء بحث يشمل سكان الشقق المجاورة لمعرفة من يتردد على تلك الشقة. وبعد الاستماع إلى عدد من الجيران علم من أحدهم أنه رأى مرة مساعد البقال أسفل العمارة المجاورة وهو يغادر الشقة بعد أن أدخل إليها بعض الأشياء. نزل العميد إلى محل البقالة. كان صاحب المحل غير موجود لحظتها. ترك له العميد العمبري رقم هاتفه طالبا أن يتصل به فور حضوره. طلب من حارس العمارة أن يبقى يقظا ثم عاد إلى مقر ولاية الأمن. في 7 مساء أبلغ بأن صاحب محل البقالة ينتظر زيارته. انتقل فورا إلى شارع الزرقطوني. علم من البقال أن الشقة مستأجرة من قبل رجل من الرباط يشغل وظيفة مهمة، وأنه يأتي إليها من حين إلى آخر ليمضي بها بعض الوقت ثم يغادر. قال البقال أيضا إن الرجل المهم يوكل إليه في كثير من الأحيان أن يحمل إلى الثلاجة فواكه ومشروبات، وإنه كان قد ترك له نسخة من مفتاح الشقة. على الفور طلب منه العميد أن يحضر المفتاح ويرافقه إلى الشقة. لما فتح الباب صارت أقوى تلك الرائحة المنبعثة من الشقة. دخل العميد ويده على أنفه. في الغرفة الوحيدة في تلك الشقة الصغيرة بجوار المطبخ والحمام تم اكتشاف جثة امرأة شابة على الفراش. كانت عارية وقد بدأت تتعفن. كانت ملامح وجهها توحي بأنها قضت اختناقا. عيناها جاحظتان. أمر العميد أن تبقى في الوضع الذي وجدت عليه. سارع إلى إبلاغ نائب وكيل الملك الذي أمر بمباشرة المعاينة وباتخاذ كل ما من شأنه أن يحافظ على معالم الجريمة. لاحقا حضر نائب وكيل الملك وتم انتداب مصلحة مسرح الجريمة والطبيب الشرعي للقيام بالخطوات الأولى على طريق البحث عن حل للغز الجثة. تم نقل الجثة إلى مستودع الأموات. بعد 4 ساعات كان الطبيب الشرعي يحاول انطاقها، في حين تمكن خبير مسرح الجريمة من اكتشاف عدة آثار لبصمات كانت واضحة بما يكفي، بصمات في غرفة النوم وفي المطبخ وفي الحمام أيضا. رجح الخبير أن الحمام يحتفظ بآثار ما اعتقده المعركة الأخيرة للضحية من أجل البقاء. كان الستار البلاستيكي للحمام قد اقتلع من مكانه. تم العثور عليه ممزقا فوق الفراش في غرفة النوم. حصل العميد العمبري من البقال على رقم هاتف الرجل الذي يكتري الشقة. كان يدعى عباس الفارسي. في الواقع وجد البقال نفسه في موقف لا يحسد عليه، فهو يتوفر على مفتاح شقة وجدت بها جثة امرأة، وإلى أن يثبت العكس فهو مشتبه فيه. وحتى يبعد عن نفسه الشبهة فإنه أبدى حرصا شديدا على التعاون مع المحققين
وإلى أقصى حد ممكن. كشف للعميد العمري أن رجلا آخر اسمه علي الشلواطي يتردد أيضا على تلك الشقة. قال إن الرجلين رغم كونهما تخطيا منذ زمن بعيد، زمن الصبا والشباب، فإنهما كانا يستعملان الشقة مكانا للقاء بنساء يقضيان معهن لحظات حميمية. قال إن الواحد منهما لما يكون قادما إلى الشقة يتصل به ويطلب منه أن يزود الثلاجة بالفواكه والمشروبات. كان قد اتفق معه أن يترك الباب مواربا. لما سأله العميد رد البقال أنه لا يعرف النساء اللواتي كن تأتين إلى الشقة، كن تتسللن إليها دون أن تثرن الانتباه. أضاف أنه موقن أن الأمر لا يتعلق ببائعات الهوى بل بنساء حريصات على أن لا يعلم أحد بما كن تقمن به. اتصل العميد هاتفيا بالسيد علي الشلواطي وطلب منه الحضور إلى شقة شارع الزرقطوني. بعد أقل من ساعة كان الرجل حاضرا. فاجأه وجود سيارات الشرطة أسفل العمارة، كان يبدو خائفا. أخذه العميد إلى المكتب المخصص لاجتماعات السانديك، أكد له أنه يتقاسم الشقة أعباء كرائها واستعمالها مع صديقه السيد عباس الفارسي. علم العميد أن الرجل يعمل مدير أحد الأقسام في إحدى الوزارات في الرباط. قال علي الشلواطي إنه لا يعرف المرأة التي عثر عليها ميتة في الشقة وإنه لا علاقة له بها، وكان أحد الأعوان قد رافق الشلواطي إلى المشرحة حيث تعرف على المرأة. قال إن صديقه عباس الفارسي كان يتخذها خليلة منذ بضعة أشهر. استنتج العميد أن الصديقين كانا يحرصان على ألا تلتقي النساء اللواتي يقيمان معهن علاقات. كان الرجلان وقد اقتربا من الستين شديدي الحرص على ألا يفتضح أمرهما. كثيرات من النساء اللواتي أقاما معهن علاقات كن في عمر بناتهما. أكد علي الشلواطي ما قاله البقال بشأن الكيفية التي تتسلل بها النساء إلى الشقة. كان على العميد أن يستمع إلى الشريك الآخر في الشقة عباس الفارسي. حصل على رقم هاتفه الشخصي من البقال، اتصل به ولما أجاب طلب منه الحضور إلى مقر ولاية أمن الدار البيضاء لأمر يهمه. لم يرد العميد أن يخبره هاتفيا بالموضوع. كان الرجل يتحدث بنبرة فيها تعال واضح. رد على العميد بلهجة حادة، هدده بأنه سوف يتصل بولي الأمن ليشكوه إليه لأنه تجرأ على إزعاجه بينما هو في عطلة نهاية الأسبوع. إذ ذاك أبلغه العميد بأن صديقه علي الشلواطي متورط في جريمة قتل راحت ضحيتها امرأة عثر على جثتها في شقة شارع الزرقطوني بالدار البيضاء. أبلغه أيضا بأن صديقه الشلواطي يزعم أن المرأة كانت صديقته هو، وعليه أن يحضر إلى مقر ولاية الأمن للاستماع إليه. كان العميد العمري يسمع أنفاس الفارسي الذي صمت لحظات كادت تطول، بعدها خفف من حدة خطابه، اعتذر عما صدر عنه وطلب من العميد أن يمهله إلى الغد. قال إنه بصدد إعداد ملف يتعين عليه أن يقدمه إلى الوزير. كانت سنوات العمل الطويلة قد عودت العميد على حدة الخطاب وأحيانا الجرأة الخارجة عن حدود المقبول التي كان يقابل بها رجال الأمن من أشخاص يظنون أنهم فوق كل شبهة وأن مناصبهم تحميهم من المتابعات. لما أنهى مكالمته مع الفارسي وقف بباب المكتب عون من مصلحة التشخيص القضائي. كان يحمل جذاذة تخص هوية المرأة التي اكتشفت جثتها في شقة شارع الزرقطوني. اسمها عتيقة بن راجي، من مواليد فاس في 25 من مارس من العام 80-900 و1000. مهنتها مضيفة طيران تعمل لحساب شركة فرنسية. عنوان إقامتها حي بوسيجور بالدار البيضاء. الحلقة الثانية والأخيرة.
توصلت مصلحة التشخيص القضائي بولاية أمن الدار البيضاء إلى تحديد هوية الجثة التي تم اكتشافها في 10 يوليوز من العام 10 و2000 في شقة بعمارة تقع في شارع الزرقطوني. مساء ذلك اليوم وقف بباب مكتب العميد محمد العمري عون من مصلحة التشخيص القضائي وبيده جذاذة تخص الضحية. في نهاية المطاف تسنى رفع بصمات الجثة وإن بصعوبة بالنظر إلى الحالة التي كانت عليها. نذكر أن ما أثار الانتباه إلى وجودها في الشقة الرائحة الكريهة التي كانت تنبعث منها. نطقت البصمات بهوية صاحبتها، يتعلق الأمر بعتيقة بن راجي، وهي شابة من مواليد فاس في 25 من مارس من العام 80-900 و1000، تقيم في حي بوسيجور بالدار البيضاء، ومهنتها مضيفة طيران، كانت تعمل لحساب شركة فرنسية. مر بنا في حلقة أمس أن شقة شارع الزرقطوني كان يكتريها رجلان، أحدهما يشغل منصب مدير مصلحة في إحدى الوزارات واسمه عباس الفارسي، أما صديقه الذي يقيم بالدار البيضاء فاسمه علي الشلواطي. كانت التحريات التي قام بها الباحثون على رأسهم العميد العمري قد أفضت إلى أن الرجلين عباس وعلي يتعاملان مع بقال أسفل العمارة المجاورة للعمارة حيث توجد الشقة. علم العميد أنهما كانا يستعملان الشقة 25 الموجودة في الطابق الخامس من العمارة لقضاء أوقات حميمية مع خليلات لا يبدو أنهن من بائعات الهوى المحترفات. كان الرجلان لما يرغبان في استعمال الشقة يتصل الواحد منهما بالبقال فيطلب منه تزويد ثلاجة الشقة. كان قد اتفق معه أن يترك الباب مواربا بعد أن يضع البضاعة في الثلاجة. إذ ذاك تتسلل الواحدة من تلك النسوة إلى الشقة دون أن تثير الانتباه. كان البقال في موقف حرج، صار من المشبوه فيهم إذ اكتشفت لديه نسخة من مفتاح الشقة. ربما كان الحال أهون لو تعلق الأمر بسرقة أو، ولكنه يتوفر على مفتاح شقة عثر بها على جثة امرأة. هذا الموقف جعل البقال يبدي تعاونا كاملا مع المحققين، كان يسعى جاهدا إلى الانفلات من نطاق الشبهة. صباح اليوم التالي الأحد كان العميد على موعد مع عباس الفارسي، وكان الأخير قد سعى إلى تسخير علاقاته بما يوفر له نوعا من الحماية، وفي سبيل ذلك اتصل بمدير الشؤون الجنائية في وزارة العدل الذي اتصل بممثل النيابة العامة بالدار البيضاء وأوصاه خيرا بالسيد عباس، لكن دون التهاون في تطبيق القانون. مثل هذه المساعي لم تكن بالأمر الجديد بالنسبة للعميد العمري. كان العميد يعي حساسية الموقف الذي يوجد فيه السيد عباس الفارسي، ولذلك كان حريصا على تفادي تسريب الخبر إلى وسائل الإعلام. وصل الرجل في الموعد المحدد، تبدل خطابه بين أمس واليوم، صار لبقا بل إن ملامحه كانت تعبر عن نوع من الاستعطاف. سأله العميد عن صلته بعتيقة بن راجي، ولكنه عوض الإجابة عن السؤال مباشرة راح يشرح حساسية الموقف الذي يوجد فيه ويتساءل عن الذي سيحدث لو علمت زوجته وأبناؤه وبناته. في النهاية أقر بأنه كان يتخذ عتيقة خليلة منذ بعض الوقت، وإنه في المرة الأخيرة التي التقاها تركها كدأبه في الشقة بعد أن ضاجعها. كان متفقا معها على أن تغادر الشقة بعد أن يكون هو قد انصرف منذ فترة حتى لا يثير الشبهات. كان يطلب إبعاده عن قضية القتل، ولكن العميد أجابه بأن بصماته موجودة في كل مكان في الشقة، وذكره بأنه لا يحق له أن يغير شيئا في الملف. لما استمع إلى أقواله طلب منه التوقيع على المحضر، وبعد أن تم أخذ عينة من دمه لإحالتها على المختبر ودعه وطلب منه أن يبقى على استعداد للمثول فور استدعائه. لم يتم وضع عباس الفارسي رهن الحراسة النظرية. ظهر ذلك الأحد في المستودع البلدي للأموات باشر الطبيب الشرعي تشريح جثة الضحية. كان العميد محمد العمري وهو يغالب الإرهاق الذي يعانيه
يتابع عملية التشريح مرحلة بمرحلة، وقد أكدت نتائجها الأولى الفرضية التي نطق بها الطبيب الشرعي عند معاينته الأولية للجثة. تأكد الآن أن المرأة الشابة عتيقة بن راجي إنما ماتت اختناقا خنقها قاتلها بستار الحمام الذي عثر عليه ممزقا بالقرب من الفراش، حيث انتهت مضيفة الطيران جثة بلا حراك. قال الطبيب الشرعي إن عتيقة تعرضت للخنق أثناء استحمامها، وإن جثتها تحمل آثار علاقة جنسية. أخضعت لكشط مهبلي وأحيل السائل على المختبر للتحليل. أكدت مصلحة التشخيص القضائي أن من بين البصمات التي اكتشفت في الشقة بصمة للسيد عباس الفارسي، كان رقم بطاقة تعريفه الوطنية كافيا للتحقق من ذلك، فقد تفادى العميد إحالة الرجل على التشخيص القضائي لأخذ بصماته. قرر عباس أن يمضي ليلة الأحد إلى الاثنين في ضيافة صديقه وشريكه في الشقة علي الشلواطي. في تلك الليلة لم يغمض للرجلين جفن، ظلا يتدارسان كل الاحتمالات ويفكران في كل الحلول الممكن منها والمستحيل. كان عباس الفارسي الموظف السامي يعلم أن العميد قد يستدعيه في الغد للمثول أمامه من جديد. من الأمور التي ظلت تحير العميد محمد العمري أن فريق مسرح الجريمة لم يعثر في الشقة على أثر لبصمات البقال، بالرغم من أنه أقر بأنه كان يدخل الشقة وينقل إليها طلبيات علي الشلواطي أو عباس الفارسي. تبادر إلى ذهن العميد احتمال أن يكون البقال كان يستعمل القفازات عندما يلج الشقة، أو أنه حرص على محو كل أثر لدخوله إليها، ولذلك قرر زيارته من جديد في محله في ساعة متأخرة من مساء الأحد. وبينما كان في الطريق إليه تلقى مكالمة من مدير مختبر التحليلات، أبلغه بأن ما استخرج من مهبل الهالكة يمثل سائلين منويين، أحدهما لعباس الفارسي والثاني لشخص غير معلوم. لما وصل طلب العميد من البقال أن يشخص أمامه كيف كان ينقل الطلبيات ليضعها في الثلاجة وكيف يغادر الشقة. جاءت إعادة التشخيص مطابقة تماما لما سبق أن أقر به الرجل. كان يتناول مفتاح الشقة الذي يضعه في الدرج حيث يضع المال المتحصل من تجارته، يأخذ البضاعة المطلوبة ثم يتوجه إلى الشقة، يفتح الباب، يتوجه إلى المطبخ ويضع البضاعة في الثلاجة، ثم يغادر تاركا الباب مواربا. في طريق العودة رافق العميد البقال، ولما وصل المحل لاحظ العميد وجود مساعد للتاجر لم يكن قد رآه من قبل. كان شابا يقوم بتنظيف المعروض من الخضر. سأل عنه البقال فأكد له أنه مساعده. تقدم العميد من الشاب وسأله عمن يكون. قال إنه من أقرباء البقال يساعده منذ عدة أعوام في ترتيب البضائع وتنظيفها، كما أنه يحمل الطلبيات إلى منازل عدد من الزبناء. لاحظ العميد أن الشاب يرد على الأسئلة بسرعة لافتة للانتباه، وكأنه أعدها من قبل، وكأنه توقع الأسئلة التي تطرح عليه. وحتى لما سأله العميد أين كان في تلك الليلة التي يفترض أن عتيقة بن راجي تعرضت فيها للقتل، رد الشاب بشكل شبه آلي أنه كان في عطلة وذهب إلى المدينة متفسحا في شوارعها. لم يكن يتوقع أن يسأله العميد عما إذا كان هو من زود ثلاجة الشقة 25 ذاك المساء. رد الشاب بالنفي. بالنسبة للعميد فإن الرجل من حيث لا يدري أكد أنه دخل الشقة من قبل. صار الآن في قائمة المشبوه فيهم شخص جديد هو مساعد البقال. أمر العميد بنقل البقال ومساعده إلى المفوضية يتعين الحصول على بصمتهما الجينية للتحليل. بعد تدوين أقوالهما في محضرين أخلى سبيلهما وطلب منهما ألا يغادر محل البقالة. في ساعة متأخرة من الليل آوى العميد إلى فراشه، ولكنه لم يستطع النوم إذ ظلت القضية تشغل باله. في الصباح
اتصل بمدير المختبر يستعجله نتائج التحليلات. كان الأخير قد توصل بها لتوه، أبلغه بأن السائل المنوي المجهول الذي استخرج من مهبل الجثة إنما هو لمساعد البقال المدعو موسى الناقور. صار ضروريا الآن إخضاع موسى لاستنطاق جديد. لما أحضر فاجأه العميد بسؤاله عن المرة الأخيرة التي زار فيها الشقة المعلومة. أجاب كما في الاستجواب السابق بأنه لم يزورها يوم تعرضت عتيقة للقتل. سأله عن محل سكناه فقال إنه غالبا ما يبيت في الدكان، وإن كان يستأجر غرفة في عمارة بحي مولاي رشيد. قال إنه لا يذهب إلى تلك الغرفة إلا حين يكون في عطلة. يقتضي التحقيق تفتيش تلك الغرفة. انتقل معه العميد إلى حي مولاي رشيد، أخضعت الغرفة إلى تفتيش دقيق، لم يظهر ما يفيد البحث. وفي لحظة أخيرة نظر العميد في كأس من البلاستيك كان في الحمام، كانت به شفرات حلاقة مستعملة ومقص ومفتاح. تناول العميد المفتاح، لم يكن به صدأ بالرغم من رطوبة المكان. سأل العميد موسى عن المفتاح فادعى أنه لا يتذكر مصدره. رأى العميد أن المفتاح جديد وقد يكون نسخة استحدثت من وقت قريب. لما عاد إلى المفوضية قارن ذلك المفتاح بالمفتاح المحجوز والذي كان في حوزة البقال، كانا متطابقين. نقل موسى إلى الشقة وتم إحضار البقال. تم استعمال المفتاح المحجوز والذي كان لدى البقال ففتح الباب، ثم تم استعمال المفتاح الذي عثر عليه في سكن موسى ففتح الباب. اتصل العميد بعباس الفارسي وأبلغه بما جد في القضية. قال له ظهر ما يبعد عنك جناية القتل، ومع ذلك فإنه يتعين عليك الحضور إلى المفوضية مصحوبا بزوجتك للاستماع إلى شكايتها المحتملة في شأن الخيانة الزوجية التي تظل متابعا فيها. أدلى موسى الناقور باعترافات مفصلة. قال إنه لاحظ تردد نساء حسناوات على الشقة 25، وقبل بضعة أشهر تمكن من استنساخ المفتاح. كان يستغل الشقة للقاء بفتيات أغلبهن من الخادمات في تلك العمارة. لما رأى عتيقة انتظر أن يذهب عباس الفارسي، ولما انصرف تسلل إلى الشقة. كانت عتيقة في الحمام، باغتها، حاول الإمساك بها من الخلف، قاومت بقوة. أمسك بالستار البلاستيكي للحمام وخنقها به، كفت عن المقاومة، جرها إلى الفراش، ضاجعها وتركها ملقاة دون غطاء، ثم غادر المكان. كان العميد على موعد صباح الثلاثاء مع عباس الفارسي وزوجته لإقفال الملف، ولكنه لم يأتي في الموعد. اتصل به على هاتفه المحمول، لم يكن يجيب. ولما اتصل به في مكتبه أجابته الكاتبة، قالت إنه مات أمس في حادثة سير. علم العميد لاحقا أن عباس الفارسي لم يتقبل ضرورة إحضار زوجته إلى المفوضية، كان يخشى الفضيحة. كانت القضية تهيمن على كل حواسه. لم ينتبه وهو يسوق سيارته على الطريق السيار بين الرباط والدار البيضاء أنه يسير بسرعة 180 كيلومترا في الساعة. في لحظة حاول تجاوز شاحنة، ولكنه تنبه إلى أن سيارة أخرى كانت بصدد التجاوز. اصطدمت سيارته بمؤخرة الشاحنة، لم يتبقى منها سوى صندوق الأمتعة والكراسي الخلفية.